سلوان مجد، هذا هو الاسم الحقيقي للإرهاب الداعشي المعروف باسم عبد المسيح، واللي طعن الأطفال في فرنسا، وأثناء طعنه للأطفال كان يهتف باسم المسيح وكان يرفع الصليب أمام الناس حتى ما يوهم الناس أنه هو مسيحي، وحتى ما يشوه صورة المسيح والمسيحيين. هذه الناس اللي تهجرت من العراق ومن سوريا بسببه وبسبب هذه الأفكار التكفيرية للجماعات المتطرفة الهمجية اللي بسببها احنا اليوم مهجرين ودولنا أغلبها خراب. في أول يوم للجريمة أنا كشفت حقيقته أمام الناس، وكثير من الناس قالوا ليش تقول أنه هو داعشي؟ كل وسائل الإعلام العالمية تقول أنه هو مسيحي. إحنا اللي تهجرنا من قبل هذه الجماعات التكفيرية الهمجية إحنا أكثر ناس نعرفهم. وأنا لو كنت أخاف من قول كلمة الحق ما قلت كلمة الحق وبجي إيران وبجي ميليشياتها، وما كنت اليوم أنا مهجر من بلدي وحياتي مدمرة وفقدت أهلي وناسي. لهذا لازم تعرفون انه أنا ما راح اخاف اقول كلمة الحق لو كانت على نفسي. أنا اليوم اريد من كل انسان موجود باوروبا وعنده تواصل مع الاجهزة الامنية ومع اجهزة المخابرات في الدول الاوروبية، اذا سمعت هذا الفيديو مطلوب منك انه توصل هذه المعلومات وتترجم هذا الفيديو للاجهزة الامنية. هذا الشخص اسمه سلوان مجد من الجماعات التكفيرية اللي كانت في سوريا في الحسكة، طلع سنة 2012-2013 من سوريا أثناء الحملة اللي صارت على محافظة الحسكة بين الجيش السوري والجماعات التكفيرية والقوات الكردية. لازم توصل هذه المعلومات لأجهزة المخابرات الأوروبية. هذا المجرم وأكو أمثاله آلاف اليوم موجودين في أوروبا وسط مجتمعاتكم ووسط عوائلكم ووسط أطفالكم. هذول المجرمين موجودين مثل القنابل الموقوتة بأسماء مستعارة ومعلومات مزيفة، وموجودين الآن في أوروبا مثل القنابل الموقوتة اللي منتظرة واحد يضغط على الزر. وبالمستقبل راح تشوفون جرائم أبشع من هذه الجريمة إذا ما تحركتوا من الآن على تصفية هذه الجماعات الإرهابية التكفيرية. هذا المجرم طلع في سنة 2013 إلى تركيا وكان يحاول من تركيا يوصل إلى أوروبا، ولكن الصدمة إلى كانت في هذه الفترة أنه الأمم المتحدة وأغلب الدول الأوروبية ما كانت تمنح حق اللجوء إلا للأقليات المضطهدة، ومنها الأقليات الدينية الإيزيدية والمسيحية بالعراق وبسوريا. ولهذا السبب هذا الشخص قرر يعتنق الديانة المسيحية وحاول من خلال الكنائس الوصول إلى أوروبا، ولكن كل محاولاته باءت بالفشل. ولكن شاءت الأقدار أنه يتعرف على سائحة سويدية في تركيا وأوهمها أنه هو مسيحي مضطهد أو أنه هو معتنق الديانة المسيحية، ولكن مهجر أو ملاحق من قبل الجماعات الإسلامية في سوريا. وطبعا هذه الفتاة من سذاجتها قررت تساعده وفعلا سوت له دعوة ووصلته على السويد وتزوجها حتى ما يحصل على الإقامة. اللي أغلب الناس اليوم ما تعرفه أنه اللاجئين اللي يوصلون إلى أوروبا عن طريق البحر أو بطريقة غير شرعية أغلبهم يوصلون بدون مستمسكات رسمية، يعني ما عنده أي وثائق تدل على هويته أو اسمه أو هو من أي بلد إلا المعلومات اللي راح يدلي بيها بالدولة اللي راح يطلب بيها اللجوء. وبالفعل هذه الجماعات التكفيرية أغلبهم وصلوا إلى أوروبا وأدلوا بمعلومات مو صحيحة، وأغلبهم اليوم يعيشون بأسماء مو حقيقية ومعلومات مزيفة. فهذا المجرم من وصل إلى السويد سجل نفسه باسم عبد المسيح وادعى أنه هو معتنق الديانة المسيحية، ومن بعد سنوات اكتشفت السلطات السويدية أنه أغلب المعلومات اللي أدلى بها ما كانت صحيحة، وخصوصا أنه هو حتى في السويد كان يحتال على المساعدات الاجتماعية. ولهذا السبب رفضت السويد أن تمنح الجنسية، ومن بعد ما رفض طلبه للحصول على الجنسية بالسويد قرر يسافر إلى سويسرا، وطبعا قدم أوراق مزيفة أيضا بسويسرا وحاول يحصل على اللجوء بسويسرا، ولكن أيضا انكشفت حقيقته. من بعدها سافر إلى فرنسا وأيضا كرر المحاولة في فرنسا
والرفض طلبه في فرنسا من بعد ما تواصلت السلطات الفرنسية مع السلطات السويدية وكشفوا حقيقته. وطبعا آخر محاولة كانت عنده أنه هو لجأ للكنيسة وطلب من الكنيسة تساعده، ولكن الكنيسة ما كانت قادرة تساعده ورفضت تساعده، ولهذا السبب حاول ينتقم من السلطات الفرنسية ومن الشعب الأوروبي ومن الكنيسة، فقام بهذا العمل الإرهابي باسم المسيح حتى ما يوهم الإعلام أنه هو مسيحي.